يقوم الفرد باستهلاك 62 كيلو من الخضار في السعودية، بينما نسبة الهدر هي 115 كيلو عالمياً. تم إعلان سنة 2021 السنة العالمية للخضار والفواكه، اللي فيها يتم التوعية بأهميتها الغذائية اللي تحقق أهداف التنمية المستدامة. البرنامج الوطني للحث من الهدر والفقد في الغذاء أشار في دراسته على 30,000 عينة، 24,000 عينة كانت من الهدر والباقي من الفقد، أبرزها الكوسة والجزر والخيار، ومن ثم الطماطم والبصل. وبالحديث عن فقد الخضروات والفواكه، تبدأ من المزارع ثم توصيل المحصولات ومن ثم التعليب وأخيرا في منافع البيع. أما الهدر يكون في المنازل والمطاعم للأكل المطبوخ، مما يعني أن ثلث الإنتاج الغذائي للأكل ينتهي في النفايات.